حضراتكم مشاهدينا ويوم جديد من ايام زينه بطعم البيوت النهارده ان شاء الله يسعدني اكون مع حضراتكم انا وعبير وفقرات متنوعه يا رب تنال اعجاب حضراتكم صباح الخير يا عبير صباح الفل يا هدى برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينا يوم جديد يوم سعيد يوم الجمعه يوم خير وبركه وسعاده وفرح ورزق وكل حاجه حلوه على كل مشاهدينا النهارده احنا يعني بنشهد يعني ما زلنا بنشهد الفعاليات الخاصه بقمه المناخ الكوب 27 في مؤتمر شرم الشيخ طبعا اللي العالم كله بينظر لمصر من خلال هذا المؤتمر مش كده هدى اكيد وده انجاز من الانجازات اللي قدرت مصر ان هي فعلا تحققها وبشكل كبير وبشكل جديد. جميل وبشكل عظيم آه، قدر طبعا يغير كمان آه، النظره العالميه زي ما حضراتكم عارفين عدد كبير جدا من رؤساء آه، الدول ومن الوفود المشاركين في هذا المهرجان اشادوا بتنظيم مصر لهذا المؤتمر مؤتمر قمه المناخ اللي كان اجابه لصرخه الطبيعه وده اضافه للانجازات الكثيره اللي تمت على ارض الوطن واللي لمسها كل الموجودين على ارض شرم الشيخ الان من انجازات خاصه بالاقتصاد تحول الى الاقتصاد الاخضر من انجازات خاصه بالطرق اللي تم رصفها وتم اضافتها في في مصر، يعني عدد كبير من المشروعات يمكن عبير هتكلمنا كمان عنها دلوقتي. هو الحقيقه طبعا انه وفقا للقياده السياسيه ووفقا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في حزمه من الاجراءات اللي اتخذت مؤخرا واللي ساهمت بشكل كبير جدا في تنمية المجتمع وفي نفس الوقت مساعدة المواطن المصري بشكل خاص يمكن اقتصاديا لأنه إحنا عندنا أزمة عالمية فإحنا جزء من هذا العالم وبالتالي الأزمة عندنا موجودة صحيح لكن إحنا أحسن من بلاد تانية كتيرة جدا إحنا عندنا متوفرة السلع في دول تانية الرفوف فاضيه عندها، احنا صحيح بنعاني من ارتفاع الاسعار ولكن احنا عندنا الحمد لله اللي بيغطينا من منتجات مختلفه وفي المرحله القادمه او في الفتره القادمه هيكون في حزمه اجراءات اخرى هتساعد عدد كبير جدا من المواطنين ان هم يحصلوا على هذه المنتجات وعلى اي حاجه هم محتاجينها باسعار جيده. طبعا في حاجات كثيره تمت من خلال هذا المؤتمر تم مناقشتها الى جانب طبعا التغيرات المناخيه واهميه إن الدول المختلفة تلعب دور وخصوصا الدول المتقدمة اللي كان ليها اليد العليا في التغيرات المناخية والتلوث والتصحر وكل المشاكل اللي احنا بنعاني منها يبقى لها اليد العليا فيها فبالتالي هي كمان عليها دور وعليها عبء وعليها مسؤولية في إن هي تساعد وتساهم في تقليل وتخفيف هذه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ومساعدة الدول النامية والدول الصغيرة في إن هي كمان تواجه هذه التغيرات. الحقيقة كان كلام كتير جدا تم من خلال هذه القمه واللي ممتده معانا لغايه يوم الاثنين القادم واعتقد انه عدد كبير من الساده المشاهدين قدروا ان يتابعوا من خلال الجلسات اهم ما تم مناقشته من خلال جلسات نقاشيه مختلفه خلينا نتكلم كمان ان كان في مؤتمر اقتصادي كان يعني سابق لهذه القمه والمؤتمر الاقتصادي ده كان صرخه ايضا للوصول الى حلول اقتصاديه محليه ويمكن لاحظنا ان في حزمه من الاجراءات اللي تم اتخاذها علشان التخفيف على كاهل المواطن وده تم من خلال لاحظنا ان في الاسبوع اللي فات كان في مجموعه من المنافذ الخاصه بالقوات المسلحه بيتم توزيع فيها الكراتين الخاصة بالسلع الغذائية بنصف الثمن مش بس كده لو حضراتكم تذكرتم معانا في مبادرات كثيرة جدا هي إنجازات على أرض الوطن هذه المبادرات بتتمثل في حياة كريمة للمواطن المصري واللي قدرت أن هي تكتاح ربوع مصر وصعيد مصر بالتحديد ويمكن المتواجد في هذه المحافظات قدر أن هو يلمس قد إيه فعلا مبادرة حياة كريمة قدرت أن هي تغير من شكل الحياة لدرجة أن بقى في قرى نموذجيه لو تلاحظوا حضراتكم في أسوان وفي الأقصر في قرى نموذجيه متواجده دلوقتي وكان متمثل منها قريه من القرى في مؤتمر المناخ اللي بينعقد حاليًا في شرم الشيخ وكان نموذج هايل للقريه الخضراء بكل الإبداع اللي موجود فيها، مبادرات خاصه بالصحه ما نقدرش ننسى 100 مليون صحه والقضاء على فيروس سي، مبادرات خاصه بالأطفال والقضاء على التقزم مجموعه من الانجازات نتمنى يا رب ان احنا كمصريين نكمل فيها في الفتره اللي جايه لان كل هدفنا هو حاجه واحده هي رفعه هذا الوطن نستعرض مع حضراتكم فقراتنا النهارده اليوم الجمعه ودايما فقراتنا بتبقى خاصه جدا النهارده عندنا احنا في بدايتنا فقره خاصه عن مؤتمر المناخ ويمكن زي ما اتكلمنا في المقدمه قد ايه فعلا كل العالم اشاد بتنظيم مصر لهذا المؤتمر لكن كمان الاهم من كده هو فعلا ان احنا بننتقل من مرحله الوعود الى مرحله التنفيذ ان شاء الله ان شاء الله يتم تنفيذ كل الوعود اللي تمت في المؤتمر السابق 26 كاب 26 في 27 هيتم كل الوعود اللي وعدت بيها الدول العظمى وإن شاء الله نقدر إن احنا نلاقي حلول ونحد من الاحتباس الحراري اللي بيأثر على كل مناحي الحياة وده اللي هنتكلم عليه في أولى فقرات فقراتنا في زينة بطعم البيوت عندما تصرخ الطبيعة وتتحول الغابات إلى مجموعة من النيران وتتحول الأنهار إلى التصحر وتحول الطبيعه والكون كله الي احتباس حراري كان لابد من تلبيه نداء الطبيعه من الدول العالميه كل دول العالم بتجتمع علي ارض السلام علشان نخرج بحاله من السلام ما بين البشريه وما بين الطبيعة إزاي نقدر إحنا نوصل لها وإيه اللي حصل بالضبط في هذا المؤتمر وهذه القمة اللي بنفخر بيها كمصريين هنتعرف على ده من خلال لقائنا معنا ومع حضراتكم دكتور مهندس منال محمد متولي استشاري بترول وطاقة وبيئة وحاصلة على براءتين اختراع في مجال البترول برحب حضرتك أهلا وأهلا بحضرتك وأهلا بيك معنا دكتورة منال حضرتك حضرتي ال ال هذه القمة كنت من ضمن الفعاليات متواجدة فيها من عن الكواليس وما حدث أول أنا بهنئ الشعب المصري للقمة كوب 27 وبهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقول له أحلامك بتتحقق وبيحققها لنا إحنا كمان إن إحنا نكون في محطة أنظار العالم لأنه كان تنظيمياً كان فوق المستوى الرائع بهنئ وزارة الخارجية المصرية آه وعلى راسهم آه معالي وزير الب... آه الخارجيه آه الوزير سامح شكري على التنظيم تنظيم والموضوعات اللي, اللي كانت مطروحه. الفعاليات الفعاليات اللي حصلت اولا كانت كم معلومات خطير جدا وانا يعني عايزه اوضح حاجه ان مم. كوب 26 كان الخطه يعني خطه مم. توضع في خلال اسبوع انه لازم تتنفذ الخطه دي لكن كوب 27 معموله لتنفيذ الخطه. فكانت الخطه الموضوعه كان مطروح كل المشاريع اللي الايام اللي جايه هو مم. كوب 27 في كريتيكال تايم فيري كريتيكال تايم فعلا مم. ان احنا ناخد كوب 27 ده ده فيري لاك ان احنا ناخده السنه دي لانه دلوقتي النقطه الفيصل ما بين اللي فات واللي جاي اللي جاي مم. حاجه ثانيه خالص بمعنى خلينا نوضح للناس هنوضح للناس مم. التغير المناخي مم. بدأ في الانحدار او التطرف انا بسميه دلوقتي تطرف مناخي لان احنا هنواجه م. مشاكل وهنواجه امور مختلفه تماما عن اللي كنا فيها في سابقيتها يعني, يعني اكتر من اللي حصل في الفتره اللي لاحظنا شهر اللي فات حصل في 2023 2023 والقياده السياسيه عارفه الكلام آه. ده وقيادات العالم عارفه الكلام مزبوط. عشان كده في جديه وبفضل الله ان احنا كدوله مستضيفه ان كانت احنا الدوله المستضيفه ان يبقى في جديه م. لكل دول العالم الدول الصناعيه الكبرى آه. ان هي لازم تضع بقى الحل التنفيذي م. والحمد لله ان يعني القياده السياسيه مع وزاره الخارجيه كانت ماسكه الموضوع انه لازم يبقى في خطط تنفيذيه لكوب 27 وده اللي, اللي انا شفته على ارض الواقع في شرم م. الشيخ وكنت مبهورة جدا لأنه مثلا إحنا في كوب 26 في جلاسكو كان كان وضع الخطة الخطة مثلا أنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز إن هو يحول كوب 27 لتنفيذ خطط على قاره افريقيا خلينا بقى نتكلم ايه هي الخطط وازاي هيتم تنفيذها يعني يعني دلوقتي حضرتك قلتي ان فعلا كان ممكن لو ما حصلش ان احنا نتخذ الاجراءات فعلا لتنفيذ القرارات هندخل في كوارث طبيعيه بزم. طيب خلينا قبل ما نتكلم على تنفيذ الخطط سريعا ايه الكوارث الطبيعيه ممكن تحصل لو ما اتنفذتش في حاجه اسمها نظريه الاحتباس الحراري آآ. انا عايزه الناس تفهمها ايه هي نظريه الاحتباس الحراري الوقود الاحفوري طبعا احنا عندنا ثلاثة غازات اساسيه في الغازات الدفيئه هم أكتر غازات بتؤثر علينا او على كوكب الارض هتؤثر الايام اللي جايه على راسهم غاز ثاني اكسيد الكربون وبعدين غاز الميثان غاز الميثان ده جاي من المواشي والحيوانات من بطن المواشي والحيوانات بتطلق غاز ميثان بيكون في الجو نسبته تقريبا تقريبا 26% غاز ثاني اكسيد الكربون عدى الحدود وفاق الحدود لسبب انه من اول 2018 مع حرق الغابات على مستوى العالم مع قطع الغابات وحرق الغابات وموت المساحات الخضراء كانت الشجره الواحده بتستنشق طن ثاني وسيكربون في اليوم وتطلق اكسجين فانا كده لغيت نسبه كبيره جدا من غاز بلاس الوقود الأحفوري في السيارات والزحمة وإن إحنا عايشين على مساحة قليلة من المساحة الكلية مع الوقود الأحفوري بيطلع الغاز اللي هو الإميشن عوادم السيارات في الجو بيطلع في الجو بيقفل طبقات الجو على مساحة ارتفاع معين لما بتنزل أشعة الشمس الصبح بيكون الوقود الوقود الأحفوري الإميشن مش كتير تيجي في ذروة النهار يبقى كتير فبيقفل طبقة الجو فبيحبس الحرارة داخليا تحبس الحرارة داخليا ما بتحصل لهاش ارتداد مم. فلما تتحبس داخليا يحصل حاجة اسمها الاحتباس احتباس الحراري الاحتباس الحراري ده لو زادت درجات الحرارة في الكرة الأرضية توتالي عدت الواحد واحد ونص ودخلت على الاثنين درجه مئويه ما حصلش ان احنا قللنا ثاني اكسيد الكربون على مستوى الكره الارضيه هيحصل ذوبان للجليدين القطبيين الشمالي والجنوبي مم. القطبيين دول كانوا محتبسين غازات دفيئه في الماضي م. يعني في الماضي فيها ثاني اكسيد الكربون وفيها غازات سامه م. لما يحصل ذوبان هتتحرر الغازات دي على الكره الارضيه بلس ان هي هتعمل ارتفاع لمستوى سطح البحر العلماء قالوا ان الارتفاع ممكن يوصل لمتر لكن لكن الحقيقه انه اكتشفوا إن ممكن مع ارتفاع درجات الحراره ممكن يصل لاكثر من متر وممكن يصل لدرجه اعلى مما نتخيل وده هيؤدي الى حموضه المحيطات حموضه البحار وده هيعمل هجره للاسماك هيعمل اختفاء بعض الاماكن السحريه هيؤدي عمليات التصحر والبراكين والزلازل هتحصل تغير كامل ازاي هنتكيف معاه؟ هتبقى صعبه جدا لو ما اخدناش الخطط اللازمه ده حاليا ان احنا نتكيف مع الوضع اللي جاي. وحلول كوب 27 علشان نقدر بالفعل احنا نصل الى طبيعه جيده ملائمه للبشريه يعني، ايه الحلول اللي اقترحوها؟ الحلول طبعا هو تنفيذ التمويلات وكان التركيز كله على القاره قاره افريقيا عشان في مجموعه من دول افريقيا عايشه في ظلام لغايه دلوقتي وفي دول تانية بتحاول ان تتكيف مع الظروف المناخيه الجديده وكان التركيز على ان المواد الدول الصناعيه الكبرى لازم تقوم بعمليات تمويل الدول الناميه اللي هي هتعاني في الايام اللي جايه قساوه الظروف المناخيه كان في تقرير صادر عن الامم المتحده في مبادره سياسه مناخيه وكان معمول لها تمويل 277 مليار دولار كان على حلول سنه 2020 م. للاسف ما انتفعش فيهم الا 30 مليار دولار للدول الافريقيه وده طبعا ما ما ينميش مشروعات المشروعات الخضراء والمشروعات المتجدده والمشروعات اللي هي تكيف مع السياسه المناخيه الا 11% بس م. الدول الافريقيه اعتمدت على القطاع الخ الخاص والقطاع العام القطاع الخاص ساهم ب14% ان هو يساهم في عمليه التكيف مع الظروف المناخيه في الدول الافريقيه وده خلى أن الدول الأفريقية فعلا بدأت موضوع الاستثمار الأخضر من ألفنا شيء لوقتنا ده ونجحت بنسبة تسعة وتلاتين في المائة وتسعة واربعين في المائة لكن فرق الفلوس كبير جدا مع أنها تعتبر من أغنى دول العالم في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء لأنها تمتلك 310 جيجا وات من الطاقه المتجدده سواء طاقه رياح او طاقه طاقه شمسيه او طاقه مياه م. فالتركيز على كان كوب 27 على التمويل للدول الناميه لازم يتم تنفيذه لان فعلا لما ال 30 مليار اللي هم اندفعوا كان فاضل منهم يعني 11% بس وفاضل جزء كبير جدا مور ليس 90% من التمويل ما اندفعش للقاره الافريقيه ولكن ادى نتائج حلوه جدا في المشروعات الخاصة والمشروعات الطاقه المتجدده يعني لما هيتم صرف اللي ال100 مليار دولار تمام. هيتم فعلا تحول القاره الافريقيه الى يعني قاره قدراء بس أنا عايزة أقول لحضرتك إن أنا اتكلمت مع وزراء وزراء البيئة م. لبعض الدول الأفريقية وكلهم بيشيدوا بموقف مصر وعايزين مصر هي اللي تقوم بالأبر هاند تبقى م. تبقى ماسكة السيادة إن هي تقوم بعملية توزيع اللجان على الدول الأفريقية وتتابع المشاريع الخضراء اللي هتقوم فيها مع التكيف المناخي وأدت ثقتها معظم الدول الأفريقية حطت ثقتها بالكامل لمصر إن هي تقود العملية اللي جاية خصوصا بعد الانبهار اللي هي انبهرت بيه في كوب 27 الحل اساسه التمويل للدول الناميه اما المشاريع فعندنا المشاريع اللي تحول التراب لذهب في القاره الافريقيه مم. طيب عايزين برضو نوضح ايه اللي مصر عملته عشان تتحول فعلا ايضا الى اقتصاد اخضر عشان يعني احنا كنا سباقين في هذا المجال الحكومه الحكومه المصريه قامت بعمل بمشاريع كتيرة جدا في مجال الطاقه المتجدده والطاقه النظيفه والبترول وزير البترول معالي وزير البترول برضو عمل مشاريع كبيره جدا في مشاريع الطاقه والطاقه المتجدده الدائمه والمشاريع دي مصر عملت مبادره طبعا هنا حياه كريمه ونجحت جدا جدا فمصر عملت مبادره حياه كريمه داخل افريقيا والحياه الكريمه داخل افريقيا استراتيجيتها عاليه جدا جدا ان هي هتقوم بعمليه التكيف وسياسه الاستدامه ازاي هتعملي سياسه مناخ عادله ومع التنمية المستدامة داخل أفريقيا من خلال حياة كريمة داخل أفريقيا وكل الدول الأفريقية أعتقد كل الدول الأفريقية الحاضرة ومع وزراء البيئة اللي كانوا موجودين كانوا بيشيدوا جدا بسياسة حياة كريمة داخل قارة أفريقيا فحياة كريمة مش هتنجح إلا بالتمويل داخل قارة أفريقيا طيب بمناسبه بما ان يعني القاره الافريقيه بالتمويل ده ممكن إنها تقدر ان هي فعلا تساهم في الحد من الاحتباس الحراري الدول الصناعيه بقى اللي عندها اوريدي الازمه هل في التزامات عليها دوليه ان هي فعلا تحد من يعني الصناعات تلاقي حلول علشان تقدر يبقى ما في فيه احتباس حراري الاتفاقيه التزامات الدول دي كان من ايام اتفاقيه باريس 2015 بس ما التزمتش و... اه ما التزمتش لغايه وقتنا لغايه كوب 26 لغايه ده لكن آه. لكن في جديه في كوب 27 لسبب وهو ده اللي بقول لحضرتك الحظ كان حلو ان احنا على على قمه الجبل اصبح بعد كده يبقى في انهيار م. انهيار مناخي والكل عارف الكلام ده والكل عارف ان في الايام اللي جايه هيبقى فيها انهيارات مناخيه عاليه جدا فالكل عايز يعني عايز يعيش آه. عايز يعيش بسلام وامان عشان كده اسمها السياسه المناخيه العادله آه. العادله انك انت تعيش في امان مناخي ازاي تعيش الـ 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 كل الاطباء والعلماء اثبتوا ان التغيرات المناخيه اكبر ضررا من الكوفيد اكيد دي حقيقه فهي هتؤدي لانهيارات وموت آلاف م. الحيوانات والبشر آه كمان آه كان اتعملت مبادره للتعويضات للدول اللي حصل لها خسائر من التغيرات المناخيه آه فدي كان بند كبير ومستحدث انه في دول حصل لها دول عايشه في ظلام دامس, دامس في افريقيا م. دول عايشه في آه آه انهيار مناخي دول عايشة في برودة قاسية دول عايشة في حر شديد وإحتباس حراري فالاضرار اللي حصلت لها دي في بند اسمه بند التعويضات للخسائر اللي حصلت للدول الأفريقية لو قدرنا نعمل التوازن والتعادل المناخي في الدول الأفريقية دولة الأفريقية دي سلة غذاء العالم. هنقدر نعمل تعادل للمناخ بالكامل ان شاء الله يا رب الله. باذن الله فعلا نتمنى كل النجاح لهذا هذه القمه وان شاء الله بالفعل نقدر ان احنا نحد من الاحتباس الحراري بشكر حضرتك جدا نورتينا جداً بشكر حضرتك